ميسي ورونالدو وكريستيانو. اخوك محمد علي، شو اخبارك؟ ما ندى علي كاظم 20/6 بغداد الرابع تماسيح بشار وهمام وامجد ماك ولا شخص والدي الله يرحمه والله ماكو يعني 24 ساعة ويا الولد فماكو يعني لا بحكم بقطر انه انت فالتمرين يكون دائما ورا الفطور فنسحر ونصلي وننام زعيم الاندية امستردام نابولي بالبصرة الثاني كابتن راضي ميسي وفاران وبنزيمة آني برشلونة ميسي أحمد إبراهيم بشار رسن علي عدنان أنا أصلا ما أحب المسجات اتصال يعني بس اتصال عامة أمي والدتي يعني أحب أسمعها دائما يعني كل يوم أتواصل وياها الكابتن أحمد راضي الله يرحمه مارادونا وبيلي وميسي قليل اثنيناتنا ندخل لهم عصبي لا يعني نتفليكس دائما اسمع اي يعني احب الشعر على كل عشت ما اخذت مالي هاب المالك احبها اسمع على كل عشت ما اخذت بس الضيف ويمين الانجاز الماشف تضيع وين وين الالقابيه جاي يبيعها وين العالم الطين من هوى الريه والسم جدي نرمشي زارون وناس الحجار يبذرني محجية ونلقى لي حق يعني تنسى الماضي وتفكر بالمستقبل كل الناس اللي يعني لهم فضل على مهند علي ماكو يعني ما مزعل احد على مود اقول اسف اول شيء يعني شكرا جزيلا على هذا اللقاء وان شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم وان شاء الله يا ربي شهر مبارك عليكم وعلى عوائلكم وان شاء الله الصحه والعافيه معكم بشار رسن عاليه جول 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 سدد الله Ha!
المسجل للعراق في سقف إيران يضع الكرة الماضية. هذا مهند وهذا مهند هذا مهند، نعم، يتقدم للعراق يضمد جراح العراق من خلال الله يا بشار يا رسن علي عدنان، علي عدنان إلى مهند.